تعد المذيعة العراقية ليلى الشيخلي من أبرز المذيعات العرب التي تألقن في العديد من الفضائيات العربية، لا سيما في مجال البرامج السياسية ونشرات الأخبار. وصفها الإعلام بالقطة الشرسة، وذلك بعد حوارها مع شيمون بيريز. وقامت بعدة مقابلات تاريخية مع أبرز السياسيين، إلا أن قرار استقالتها من قناة الجزيرة رغم مرور سنوات ظل محيرا للجميع. أبرز محطاتها الإعلامية نستعرضها لكم في ملخص القصة. ليلى الشيخلي من مواليد عام 1965، ولدت في بغداد لأب عراقي عمل سفيرا للعراق في عدة دول منها المملكة العربية السعودية، ولأم دنماركية. غادرت الشيخلي العراق وعمرها عمان، ونشأت في الرياض ودرست في بريطانيا وفي الولايات المتحدة. بدأت عملها الإعلامي في عام 1990 في واشنطن كمذيعة في تلفزيون الشبكة العربية الأمريكية، ثم ظهرت كأول وجه نسائي على محطة بي بي سي العربية في عام 1994، وانتقلت إلى قناة ام بي سي في عام 1996، وكانت أول مذيعة عربية تقدم برنامجاً سياسياً في القنوات الفضائية العربية، ثم انتقلت إلى تلفزيون أبوظبي في عام 1999 قبل أن تلتحق بقناة الجزيرة لتعمل كمذيعة للأخبار في عام 2006، وهي تعمل أيضاً سفيرة للنوايا الحسنة لدولة جزر القمر. استقالت ليلى من قناة الجزيرة في عام 2014، وكانت خمس مذيعات شهيرات في نفس الوقت قدمنا استقالتهن من الجزيرة دفعة واحدة، منهم جمانة نمور لبنانية ولونا الشبل سورية. ولم تكشف وقتها ليلى الشيخ لأسباب الاستقالة، وقالت أن تجربتها في محطة الجزيرة أضافت لرصيدها الكثير، وهي فخورة بكل المنجزات التي قدمتها مؤخرا، وتحاشت المذيعة المستقيلة الخوض في تفاصيل الموضوع والأسباب الكامنة وراء قرارها، مكتفية بالقول بأنها تغادر المكان ولها فيه ذكريات طيبة. وبعدها أعلنت قناة العرب الإخبارية من مقرها الرئيسي في مملكة البحرين عن انضمام ليلى الشيخلي إلى كادرها، وذلك في 16 من يوليو لعام 2014. وقدمت ليلى الشيخلي العديد من البرامج الناجحة في مسيرتها على غرار أجندة والحوار مع الغرب على شاشة ام بي سي، وبرنامجي دنيا وبانوراما على شاشة أبوظبي الفضائية، وبرنامج ما وراء الخبر على شاشة الجزيرة. وغطت العديد من الأحداث الهامة مثل انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وأحداث 11 من سبتمبر، كما حاورت شخصيات سياسية بارزة مثل الزعيم الراحل نيلسون مانديلا والعقيد معمر القذافي ورئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري. وكانت من أوائل من دخلوا سجن الخيام في عام 2006، كما زارت الرئيس الراحل ياسر عرفات أثناء حصاره في المقاطعة في رام الله برفقة الإعلامي أحمد الشيخ، وحاورته وزارة غزة. وتشغل ليلى الشيخلي منصب سفيرة للنوايا الحسنة لدولة جزر القمر، كما تم تصنيفها ضمن المرتبة 78 من أصل أكثر 100 شخصية عربية تأثيراً في 2008 من مجلة إريبيان بيزنس. وبسؤالها عن أكثر الشخصيات التي أثرت بها، فأعربت أنها تأثرت بالإعلامية الأمريكية ديان سوير التي تقدم برنامج صباح الخير أمريكا على محطة إي بي سي، وأجدها من أكثر الناس الذين يستطيعون الجمع بين الإنسانية والجدية، بينما في عالمنا العربي يحبون الفصل بينهم، أي أن الإنسان الجدي ليس عليه أن يظهر إنسانيته. ويذكر أن ليلى متزوجة من المذيع العراقي جاسم العزاوي ولديها 3 أبناء.